الخبر اول يعدنا عن ريدر وياسو، هل يا ترى هم تصالحوا يا حبايب؟ فالقصه بلشت لما ياسو نزلت هذه الصوره على حسبها بالانستغرام، كانت على البحر، ركزوا بالمكان زين، بنفس الوقت ريدر نزل بنفس المكان وبنفس الثانيه، فلتتوقعون يا حبايب تصالحوا واكتبوا لنا بالكومنتات توقعاتكم. وننتقل حاليا يا حبايب اللي انا ولين والمقابله سووها اللي كشفوا بها هواي حقائق. فوش يا حبايب سالتهم المذيعه انه شنو العلاقه بين لانا ونورمار، فصارت تقول لانا انه هو مثل اخوها مو اكثر، وبنفس الوقت ماكو اي علاقه حب ما بينهم. معكم راح احطكم اللقطه، شوفوها. نحن طلبنا المشاهدين يبعثوا اسئلتهم، وما فيني اخبرك كميه الاسئله اللي وصلت عم تسالني عنك لانا انت ونورمار. ليه قولك هالقد مهتمين؟ وليه انت؟ ليش ليه؟ اكيد انت واصل لك هالاسئله. يا اكيد طبعا، ما كان بينسالني من كثير، فانا اذا قاعد ارد واحد 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 رح يطول، واذا بدي اطلع احكي بالستوري رح يقولوا لا اكيد في شيء لحتى طلعت بالستوري حكيت. فانا هلا نحن بالمقابله وانا عم بسالك ليه هالقد برايك عم بيعلقوا يسالوا عن طبيعه علاقتك انت ونور؟ ليه مش لين مثلا؟ هلا بحكم انه انا بصور اكثر ستوريات، فانه بنكون عليها هيك فجاه نور تعال نصور ستوري، انا هيك فجاه يعني هون بصور ستوري بنزل، فانه او ماي جاد شوفي ليش انت بتصوري اكثر من لين، ليش انت بتضلك معه من شو. فانه لا هو بشكل عام يعني اي اثنين اي بنت وشاب بيطلع مع بعض خلص بشبكوهم، وخصيصا مع نور لانه اي بنت بتطلع مع نور خلص انه علاقة صار علاقة، وانه يلا رح نبدأ دراما جديدة وهيك قصة. بس هو لا بشكل عام نحن عن جد صداقة، ونحن كعائلة مع نور، لانه تشوفينا نحن ثلاثة مع مصطفى ونور منضل نحن مع بعض، لانه مصطفى اخونا فبيجي معنا، فمنضل نصور مع بعض ونحسه كشخص فرد من العائلة، عرفتي كيف؟ بالاضافه انه بالمقابله يا حبايب كارول صارت تسالهم عن مشكلتهم ويا اليوتيوبر، وبالاخص قمر طاي، ولكن بطريقه غير مباشره، فلانا صارت تقول انهم يسوون مشاكل وياها على مود يجيبون مشاهدات مو اكثر، وبنفس الوقت كلهم يحاولون يسوون نفسهم بريئين ومظلومين. على كل راح احطكم الستوريات يا حبايب شوفوها. اللي هو بده يعني يمكن هو بيطلع معي مشكله نوعا ما للمشاهدات، يمكن مش لا ما فيني احكي اللي براسه، بس فينا نحطه احتمال انه ممكن مشان دراما او ممكن تساعده انه ينشهر، يمكن عشان الناس يحبوه بزياده انه يعني يحسوا انه مسكين حرام مظلوم. يا كله بحب يطلع حاله مظلوم، بس انا ما بحكي، انا بحياتي بالسوشيال ميديا ما طلعت على ستوري او طلعت على بوست او طلعت على يوتيوب. انتقل حاليا شيرين، وصل قناتها باليوتيوب ل 6 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال ال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. ننتقل حاليا يا حبايب لخطوبه احد اليوتيوبر، فغيث مروان نزل هذا الستوري يقول بي انه واحد من اصدقائه راح يخطب، من فتره هم واحد خطب واليوم واحد راح يخطب جديد، حتى برهم معراوي نزل هذا الستوري حاط بيه خاتم مال زواج وحاط علامه استفهام، فمن تتوقعون يا حبايب راح يتزوج او يخطب؟ راح احطكم اللقطات شوفوها. شوف الموضوع جد والله، يعني لا في لا مقلب ولا شيء، تمام؟ مثل ما بتعرفوا من فتره في واحد طار من الشله اللي هو انه خطب، فحاب اقول لكم انه بكره في واحد كمان حيطير من الشله وخطب، فبكره حتعرفوا مين يعني. انتوا حذروا مين يعني، اكتبوا له. ننتقل حاليا لياسو يا حبايب والتهجم اللي تعرضت له، فنزلت هذا التيك توك مثل ما شايفين بايدها اليمين واضح الوشم بشكل مو طبيعي، فهذا الوشم يا حبايب اللي سوته خلى اغلب المتابعين يتهجمون عليها انه انت حاطه وشم وليش حاطه وشم من هالكلام، فاكتبوا بالكومنتات شو رايكم. بس والله احنا وصلت المقطع، فجروا طبعا لايكات انكم فايز زي ما قالت ميكس القصص، احبكم وبس، مع السلامه.